الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب، التسليم على الصبيان. روى المصنف بسنده عن شعبة عن سيار، شعبة منه في حديث سيار أبو الحكم العنزي يقال البصري، نعم هو من الثقات، ثقوا أن سيد الدرقدين وغيره. قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم، فقال ثابت: كنت مع أنس فمر على صبيان، شوفوا هذا تسلسل الآن، فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. هذا حديث صحيح في قول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان، هذه فيها دلالة أولا على فضل التواضع، فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا. التسلسل أن ثابت سيار سار مع ثابت البياني، شوف انظر كيف تأثير الشيخ على التلميذ، والمسألة جاءت بالتسلسل. فقال: فسلمت، كان ثابت معي، سيار كان يمشي مع ثابت، فسلم على الصبيان. وطبعا هؤلاء القوم يريدون الدليل، لا تحكن رأسك إلا بدليل. فقال له: كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليه. تواضع يتوارث، حسن الخلق يتأثر به المرء جدا. ثم قال أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على الصبيان فسلم عليهم، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي تأخذ بيده الجارية فتسير معه حيثما أرادت، وكان يمر على الصغير ومعه العصفور يلعب به، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، ومن هو سيد الخلق أجمعين، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهنا العلماء يبحثون في هذه المسألة بأنه يعني إذا كان مر على الصبيان فسلم عليهم، وإن كان مر على الرجال والصبيان فسلم عليهم، ويعني قد أجاب صبي، هل يسقط عنهم التكليف أم لا؟ لأنه غير مكلف، وقد قال العلماء لا يسقط عنهم التكليف، فلا بد من واحد منهم أن يجيب، لأن ابتداء السلام سنة، لكن الرد والإجابة على السلام واجب. وإن كان الأصح عند العلماء أنه يسقط في ذلك. وفيها كما قلنا أفضل ما فيها هو حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والتسلسل في فعل ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثابت يتأثر فيفعل ويستدل بأنس، وأنس يستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو مر الصبي على الرجال فسلم عليهم، واجب على واحد منهم أن يرد عليه. وفيها كما قلنا اعتبار الخير في الصغير وفي الكبير، ولذلك الصغير يتدرب على الخيرات، وإن كان لا يحاسب على التقصير فيها لكن يتدرب عليها، وأن يتعلم حسن الخلق، هذا من أفضل ما يكون للمرء. الفوائد المستنبطة: حسن الإيمان بحسن التأسي، حسن الإيمان بحسن التأسي. أنس ثم ثابت ثم سيار. أفضل الخلق التواضع، أفضل الخلق التواضع. لا تحكن رأسك إلا بدليل. العلم قال الله قال رسوله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي.